الصناعة المالية الإسلامية تتحرك بوتيرة سريعة منذ الأشهر الأخيرة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، حيث سيودع بنكين تابعين للقطاع العام غدا الاثنين ملفات لدى هيئة الإفتاء الخاصة بصناعة المالية الإسلامية من أجل الموافقة على المنتجات المالية وفق الشريعة الإسلامية التي ستطرحها هذه البنوك التابعة للقطاع العام، حسب ما كشفه عضو المجلس الإسلامي الأعلى محمد بوجلال لشروق نيوز. تم إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية والتي مقرها المجلس الإسلامي الأعلى، وإن شاء الله ستعقد أول اجتماع لها غدا الاثنين بمقر المجلس الإسلامي الأعلى لدراسة الملفات التي جاءت من قدمتها بعض البنوك وخاصة البنوك العمومية، وإن شاء الله نستبشر خيرا بهذه الانطلاقة. ويتجه خبراء المجلس الإسلامي الأعلى المتخصصون في المالية الإسلامية إلى إرساء أسس الوقف الإسلامي وجعلها تابعة لمصالح الوزير الأول. إذن هذا أعتبره من القطاعات السيادية، ومن هنا أقول أنه يجب أن نعاود النظر في وضعه المؤسساتي، وأن يكون، ولهذا اقترحت أنا شخصيا أنه يتم إنشاء ديوان وطني لتنمية وتثمين لتثمين وتنمية الأوقاف، يكون تحت الوصاية المباشرة للوزير الأول حتى يحظى بالمكانة التي يستحقها. وفقدت الجزائر الكثير من الوقت المهم لتوسيع المعاملات المالية الإسلامية التي كانت ستخلق نشاطا تجاريا وصناعيا أكبر حسب الخبراء في هذا المجال، ومع الأوضاع الحالية يأمل المتعاملون أن تفتح الصيرفة الإسلامية أفقا جديدا لسوق التمويلات.